خلينا نروح لاخبارنا اللي اعتدنا دائما ابدا بنجيبها لحضراتكم. هنبتدي بكره اليد. حضراتكم عارفين انه فريق او منتخب مصر كره اليد الكبير بيلعب بطوله دلوقتي في السعوديه بمشاركه مصر والبحرين والمغرب، ومعانا كمان السعوديه طبعا منظمه. مباراه النهارده كانت مع المغرب، المباراه الاولى كانت مع البحرين وفزنا، المباراه الثانيه كانت من المغرب النهارده فزنا 40-28. وبالمناسبه لعيبه النادي الاهلي بتتالق مع منتخب مصر، واحنا في 9 لاعبين في صفوف المنتخب، هم محمد عصام الطيار حارس المرمى، عبد الرحمن حميد ايضا حارس المرمى، ابراهيم المصري، احمد عادل، عمر خالد كاستيلو، محسن رمضان، مصطفى خليل، عبد الرحمن فيصل، احمد هشام، سيسا. وكان المفروض يكون معاهم عمر سامي، ولكن العمليه الجراحيه زي ما حضراتكم عارفين يعني اللي عملها يعني خليته ما يقدرش يلحق مع المنتخب. وخليني اقول لكم كمان انه بعد البطوله دي على طول هيبقى عندنا بطوله في قطر، بطوله قطر الدوليه، بس هينضم لنا المحترفين في اوروبا، لان هتبقى في اسبوع التوقف الدولي، فهيسمح للعيبه انها تحصل منتخب مصر في قطر، وبعديها بايام هنروح بعد كده على فرنسا عشان نلعب الدوري الذهبي. ده مشوار منتخب كره اليد. كان المفروض هيبقى فيه بطوله افريقيا الامم افريقيا في شهر يناير اللي جاي لمؤهله لبطوله العالم، ولكن اتلغت لاجل غير مسمى زي ما حضراتكم تابعتوا معانا وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا. المنتخب هيتوقف يناير فبراير مارس، هنشوف بقى تسريع في معدل او في مباريات اللي كانت متاجله، لا هتبدر وهيبقى الدوري هيخش في الجد بدري والجدول كله اتلخبط. المسابقات وكنا قلنا لحضراتكم الحلقه اللي فاتت المسابقات او جدول المسابقات هيبقى شكله ايه.